طيب خلينا الآن نكمل ما ابتدأنا به الحديث ونحاول نحل مع بعض صفحة 168 من كتابنا المدرسي بتطبيق عملي على ما تم دراسته قبل قليل، ألا وهو الاستبدال في الكحولات. نشوف مع بعض، واضح من اللي أمامنا بأنه مركب عضوي ومن نوع الكحول بسبب وجود الـ OH اللي احنا شايفينها هون. لاحظوا ما وجد بعد الكحول، حكينا هو اللي بيحدد نمط التفاعل اللي احنا بدنا نقوم فيه. وجد ما بعد المادة الكحولية اللي موجودة عندنا HI، يعني HX. إذا مباشرة احنا تعلمنا إذا لقينا كحول بعديها HX مباشرة بدأت تتم عملية استبدال، هي الـ H وهي الـ I. حكينا ما يتم استبداله هو المجموعة الوظيفية، حكينا الـ OH اللي عم تطلع عنا شحنتها كمجموعة أيونية شحنة سالبة، فمعناته هاخد الجزء السالب من الـ HX، إذا معناته راح ندخل اليود، فمعناته النتيجة ستكون CH3CH2CH CH2CH3. لاحظوا يا جماعة لحد هون ما غيرنا ولا إشي، هينا رفعنا الفرع بدل مكان أو في موضع الـ OH حستبدل الـ I، تمام، زائد OH ومعانا H ضلت عندنا من المركب، إذا H2O، وبهيك بنكون أكملنا هذا التفاعل على نفس النمطية. ولاحظوا إنه الاستبدال في الكحولات يعمل على إنتاج هاليد الألكل. بهيك بيكون النمط الثاني من الاستبدالات اللي هي الاستبدال في الكحول قد انتهى. نتوجه الآن للبند الأخير أو للفرعية الأخيرة اللي راح نحكي فيها اليوم إن شاء الله خلال هذه الحصة. الآن إذا إجينا وشفنا نلاحظ بأن العنوان الاستبدال في هاليدات الألكل. إذا إذا عملنا عملية ربط ما بين الحصة اللي إحنا قاعدين نحكي فيها والحصة الماضية، نلاحظ إنه هاليد الألكل قد تم ذكره من خلال الحصة الماضية اللي هي كانت تفاعلات الاستبدال. يتم الاستبدال على تفاعلات على مركبات هاليدات الألكل. طيب خلينا نشوف معناته كيف بتتم عملية الاستبدال في هاليد الألكل عشان نقدر نعقد مقارنة، إنه أنا بس أشوف هاليد الألكل متى بقدر أعمل له استبدال متى بقدر أعمل له حذف. طيب خلينا نشوف CH3CH2I، عن جد تلاحظ بأنه وجود مركب هاليد الألكل زائد KOH كوتش. طبعا إحنا درسنا الحصة اللي فاتت الكوتش كان بالحذف، إذن يجب إنه نتعلم القاعدة اللي تقول إلنا إنه هاليد الألكل، ولاحظوا في تفاعل الاستبدال وفي تفاعل الحذف كلاهما سيان تم استخدام الـ KOH هيدروكسيد البوتاسيوم اللي هو الكوتش اللي إحنا بنسميه هاليد الألكل. إذا كان ثانوي أو ثالثي أنا ما راح أفكر مباشرة هذا تفاعل حذف، يعني بيتكون عندنا الدبل بوند بدها تدخل على المركب. إذا هاليد الألكل أولي تحصل له عملية استبدال، وحكينا يا جماعة الثانوي والثالثي تكون الهالوجين موجودة على ذرة كربون في منتصف المركب أو العضوي أو السلسلة الهيدروكربونية اللي بتكون حاملة لذرة الهالوجين. الأولي بتكون اللي إحنا سميناه الطرفي، يعني بتكون موجودة على الطرف اليمين أو على الطرف اليسار موجودة ذرة الهالوجين، طرفي على الطرف، يعني اللي حكينا عنها بلغة العلم اللي هو ما يعرف باسم البرايمري اللي هو هاليد الكل أولي. طيب نيجي نشوف CH3CH2I، لاحظوا انها على الطرف
خلينا نتأكد مع بعض إنه فعليا هذا الهاليد الألكل هو عبارة عن من النوع الأولي، هي الكربونة اللي حاملة، لأنه هاي بعد بنرجعها مكانها، فبتصير هون عندنا I، تمام. هي ال H، هي ال H، وهي ال CH3. فعليا الكربونة اللي حاملة ذرة الهالوجين متصلة باثنين هيدروجين و R واحدة، إذا هذا هاليد ألكل أولي. إذا وجدت هاليد الألكل على الطرف، مباشرة بتتم لها عملية استبدال. طيب ماذا سيستبدل وماذا إيش اللي بده يصير عنا؟ CH3، وهون في عنا CH2. الاستبدال، هذه الذرة هي اللي بدها تطلع، اللي هي ذرة الهالوجين. ذرة الهالوجين شو حكينا؟ حكينا إنه هي ذرة شحنتها سالبة، معناته من داخل المركب اللي عماله بيتفاعل معي الكي والاو اتش، حتى يبقى المركب العضوي متعادل يجب انه نستبدل بنفس الشحنة. فمعناته الايون الموجب ولا الايون السالب اللي راح يجي؟ اكيد ما دام طلع سالب راح يحل مكانه الايون السالب، فمعناته سيتم الاستعاضة عنه بالكي بلس وللاو اتش ماينس بالاو اتش ماينس، تمام. هلا شو بيكون ضايل عندي؟ بكون ضايل عندي البوتاسيوم، بكون ضايل عندي اليود، فمعناته بتشكل عندي يوديد البوتاسيوم اللي هو بده يكون الكي اي. اذا لاحظوا عملية الاستبدال في هاليد الالكل، اذا استخدمنا الكوتش بيتم تحضير الكحول. طيب ماشي، خلينا الان نشوف المركب العضوي اللي جاي عندي بعد هيك CH3 CH2 PR. لاحظوا ال PR جاي على الطرف، اذا هو اولي. ما دام حكينا هاليد الالكل طرفي يعني اولي، مباشرة ستتم عملية الاستبدال. طيب CH3 CH2 ال PR راح تطلع الان، تمام. لاحظوا المجموعة الايونية التي سترتبط تحمل شحنة سالبة، إذا هذا هو المطلوب. الآن تتم عملية الارتباط من جهة الأو ولا من جهة السي؟ شو بتتوقعوا؟ حنربط في داخل المركب، مش هذه هي، مش هذا هو المجموعة الأيونية السالبة اللي موجودة عندنا؟ حنربطها من جهة الأو ولا حنربطها من جهة السي؟ طب تعالوا نشوف. سي هي اتش، هي اتش، هي اتش، وهي في عنا هون الاو، عشان هيك ظهرت الاشاره السالبه. اذا لاحظوا الكربونه عامله اربع روابط، اذا وصلت لحد الاشباع. اتعلمنا انه الاكسجين يصل الى حد الاشباع من خلال قيامه بعمل رابطين. طيب عامل واحده ولسه عليه الشحنه السالبه، معناته ستتم عمليه الارتباط في داخل المركب من جهه الاو، حربط من جهه الاو وبقلب المركب بعكسه، بيصير عندي يعني بمسك من هون وبمسك المركب وبعكسه عشان أكمل ما تبقى في داخل هذا المركب، فيتبقى لدينا CH3. ظهر لدينا مركب، هذا المركب طبعا ماذا تبقى لدينا؟ الـ PR ماينس ظلت لحالها. هذا المركب مجموعة وظيفية مرت علينا وأخذناها من خلال الصف الأول ثانوي. لاحظوا هذا الطرف CH3 CH2 مثل إثل، إذا هذا فرع O و R، ولاحظوا إنه ال R اللي إجت على اليمين وال R اللي إجت على اليسار اختلفتا في النوع، فمعناته قد تتشابه ال R وقد إيش تختلف R R داش. هذه المجموعة الوظيفية تعرف باسم الإيثر. إذن اليوم بنكون ضفنا إلى حصيلة المجموعات الوظيفية مجموعة وظيفية جديدة، هي الـ R O R إيثر، مجموعة وظيفية تعرف باسم الإيثر. ما هي الصيغة العامة إلها؟ لدينا O في المنتصف، تمام.
رابطة على كربونة يمين على كربونة يسار، إذا عاملة رابطتين، وفي عندها R على الجهة اليمين وR على الجهة اليسار، هو ما يعرف باسم مجموعة الإيثر. إذا الآن الاستبدال، لاحظوا، الذي يتم لهاليد الألكل الطرفي أو الأولي يعمل على تحضير الإيثر. الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، المجموعة أو المجموعة الأيونية اللي تم إضافتها من أين جاءت؟ كيف يتم تحضيرها أصلاً؟ وتضاف ومن ثم تضاف على هاليد الألكل فيتم الحصول على المجموعة اللي إحنا حكينا عليها الإيثر. هذا هو الآن اللي إحنا راح نحكي فيه. الآن يتم تحضير CH3O- من خلال تفاعل في البداية يبتدئ بالكحول، مجموعة الكحول اللي موجودة عندنا اللي هي الـ ROH اللي هي الصيغة العامة إلها. يضاف ويتم تفاعل هذه المجموعة يا جماعة مع أيون، سوري، فلز من الفلزات النشطة، وقد يكون ومن أكثرها يعني شهرة هو الصوديوم. تمام، ماذا يفعل الصوديوم عندما يتفاعل مع الكحول؟ الصوديوم يا جماعة، ذرة الصوديوم اللي موجودة عندنا هون اللي جاية من فلز الصوديوم تقوم بالبحث عن إيش؟ بتدور على مين؟ على الأكسجين. شو بتعمل؟ الأكسجين شو في أمامها بالطايرة؟ أمامها، طب هو شو في قدامها؟ هي اللي قدامها، هي اللي قدام الـ O الـ H. إذا اللي قدام الـ O شو بنسوي فيه؟ بنطيره. هاي اللي امام الاو اللي هو الاتش، هاي ايش نعمل فيها؟ بنطيرها. فبصير قدام الاو ايش؟ فاضي. فبنلزق مين؟ بنلزق الان اي. فبصير عنا الار موجوده اللي قدام الاو، ايش عملنا الان اي؟ الصوديوم ايش بتعمل؟ الصوديوم اذا شافت وتفاعلت مع الكحول اللي قدام الاو بتطيره، فبيصبح مكانها ايش؟ فاضي. ومين اللي بيلزق؟ وبنعمل على يعني وبنلزق مين؟ ذرة الصوديوم. فيتكون المركب اللي انتم شايفينه امامكم زائد نص مول من غاز الهيدروجين، يتصاعد في هذا النمط من التفاعلات يتصاعد غاز الهيدروجين. نعدل هذه المعادلة اللي مكتوبة على دوسياتنا، هي موجودة حتلاقيها آخر إشي موجودة عندك في دوسيتك على صفحة 14، انه مكتوب H2 وبس، اضف النص مول عشان بس الوزن المولية. تمام، انه بتصير عندك نص في اثنين واحد، واحنا عندنا هنا ذرة هيدروجين، فبتصير عندك المعادلة موزونة. بس هنا سقطت في الطباعة النص هذه، فزبطها لو سمحت على دوسيتك في صفحة 14. طيب، اذا المركب اللي احنا حكينا عنه قبل شوي اللي تم إضافته إلى هاليد الألكل الطرفي عشان نجيب منه أو يتم تحضير الإيثر، من وين بيجي؟ بيجيبوا أول إشي كحول، بيفعلوها مع فلز الصوديوم. الصوديوم هذا شو بيعمل؟ الإشي اللي قدام الأو بيطيره وبنلزق مين؟ وبنلزق الصوديوم. تمام، لاحظوا بيطلع عنا شيء الصيغة العامة لقراءته بقراءتنا احنا في جوا صفنا احنا يعني اسمه رونا. رونا، نحن نعمل على تحضير رونا. رونا هذه هي اللي بتتفاعل مع هاليد الالكل وبالتالي بيتم تحضير الايثر. طيب الان ايش ميزات هذا المركب اللي احنا حضرناه يا جماعه؟ هذا المركب يا جماعه اللي احنا حضرناه من اهم ميزاته انه هو مركب ايوني، يعني لما بيتفاعل مع هاليد الالكل بيتحول للطريقة التالية، بيتحول إلى RO minus، وهذا هو الجزء اللي فاعلناه يا جماعة مع هاليد الألكل، و NA plus، هذا الـ NA plus بيطلع يعني من التفاعل ما بيهمنا يعني. تمام؟ وهذا الجزء هو اللي بيتفاعل مع مين؟ اللي بيتفاعل مع هاليد الألكل، وبالتالي بيتم تحضير الإيثر. وهلا راح نعيده مع بعض كمان مرة التفاعل اللي حضرناه، بس ايش؟ رح ندمج الخطوتين مع بعضهم البعض ونطلع التفاعل اللي حضرناه قبل قليل. الان يا جماعة التفاعل العلوي اللي حكينا عنه اللي هو الكحول مع الصوديوم، هذا من ضمن التفاعلات التي تستخدم للتمييز.
كلمة تمييز مش أول مرة عمالها بتمر علينا هذا الفصل. لحد الآن كلمة تمييز مرت علينا من خلال اختبارين، كيف أقدر أميز بين إذا كان في عندي بيكون موجود في عندي في المركب العضوي هو الكين، وحكينا الألكاين، وحكينا كلاهما من الممكن العثور على المجموعة الوظيفية اللي هي الثنائية أو الثلاثية من خلال التفاعل في الـ BR2 الذائب في الـ CCL4 اللي حكينا عنه بني محمر، اللي حكينا إذا كانت المجموعة الوظيفية اللي عم يتفاعل معها ثنائية أو ثلاثية بنبلش بلون بني محمر ويزول اللون. ممكن يحطوا لي إياه مع أي مركب ثاني، فأنا بكتب نفس الشيء التفاعل الكيميائي وبكتب بقاء اللون أو لا يزول اللون، وذلك بنكتبه ما بعد السهم. اليوم راح نضيف لحصيلة معلوماتنا بتفاعلات التمييز تفاعل تمييز آخر، بيجيبوا لي إياه، بيجيبوا لي مادة كحول وبيجيبوا لي مادة ثانية وبقول لي ميز ما بينهما. فإذا جاب لي كحول مع مادة أخرى مثلا مع الكام، تمام؟ الاختبار اللي أنا حستخدمه هو إني أفاعل المادتين، كل مادة بحطها بسطر زي ما تعلمنا بالضبط جوا الصف، وبنكتب صوديوم فوق وبنكتب صوديوم تحت. بعديها مادة الكحول بنحولها بتصير، طبعا هون الآر هاي زي ما هو بيكون معطيني إياها في جوا السؤال، بعوض عنها وبكتب او ان اي واهم شغله زائد نص H2، وبكتب تحتيها بالضبط تصاعد غاز الهيدروجين، هيك بكتب تصاعد غاز الهيدروجين. والماده الثانيه بكتب ان اي ومثلا اللي هي الالكان اللي احنا حكينا عليها سهم لا تفاعل، وبكون هيك اخذنا علامات سؤال التمييز. اذا هذا فائدته غير انه خطوه من خطوات التحضير لا عشان احضر مركب ايثر، بيتم عندي ممكن يجي يطرح لي عليه سؤال ميز مادة كحول عن مادة أخرى. طيب خلونا الآن ندمج الخطوتين اللي حكينا عليهم ونرجع نعيد كمان مرة حل المعادلة اللي حليناها قبل شوي. الآن أول إشي هعوض عن الآر، فحكتب CH3OH، لاحظوا إنه هذا كحول زائد Na اللي هو الصوديوم بيعطيني CH3، عوضت عن الار في رونا، والاو بتنزل مثل ما هي، وحكينا ايش بيصير الصوديوم شو بيسوي، بيطير اللي امام الاو وبنلزق مين الان اي، تمام، زائد نص مول من الهيدروجين غاز الهيدروجين هذا متصاعد، تمام. الان هذا المركب حكينا ايش ماله، اهم ميزة له، أهم ميزة له إنه مادة تتأين، فإيش بتعطينا لما بتتأين؟ بتعطي CH3O ماينس وبتعطي الـ Na بلس. لمين الجزء اللي إحنا بدنا إياه؟ بدنا هذا الجزء، تمام؟ هذا الجزء خلينا نكتب كمان مرة المركب العضوي CH3CH2Br، مين اللي بيتفاعل معه؟ الجزئية السالبة اللي حكينا عنها CH3O ماينس. حكينا ال Br- هذه راح تطلع Br- خلص، تمام. الآن CH3CH2 حكينا بنلزق المركب من جهة الـ O، تمام، من هون جهة الارتباط من هذه الذرة، وإيش حكينا بنسوي؟ وبنقلب المركب، ما يتم هيك، بيكون الخطوتين مرتبطتين التفاعلين، التفاعل الأول والتفاعل الثاني، إنه فيما لو سئلت من وين تم تحضير هذا المركب الأيوني اللي تم تفاعله، أو هذه المجموعة الأيونية اللي تم تفاعلها مع مين؟ هاليد الألكل، لاحظوا R O R تم تحضير الإيثر، تمام. طيب ممكن هلا حدا يسالنا يعني انه ايش اسم الرونا اللي احنا حضرناها هون، هذه الرونا اللي حضرناها هون اسمها ميثو، حسب المجموعه اللي هون بنضيف لها حرف الواو، ميثو اوكسيد، ميثو اوكسيد الصوديوم،
ميثو أكسيد الصوديوم، هذه المادة اللي حضرناها هون. الإيثر اللي تم تحضيره حضرناه بالأعلى، إيثيل ميثيل إيثر. إيثيل اللي هي المجموعة، الترتيب بيكون وفقا للترتيب الأبجدي، إذا إيثيل ميثيل إيثر، لا المركب العضوي اللي إحنا حضرناه. طيب تعالوا نختم الآن يا جماعة، بعد ما تعلمنا هذه المعلومات ونحاول مع بعض نحل الأسئلة اللي موجودة في كتابنا صفحة 169، هتلاقوهم المعادلات، أربع معادلات يا جماعة موجودين عندكم في كتابنا المدرسي، تعالوا نحاول هلا نحلهم مع بعض. طيب خلينا نشوف المركب العضوي الأول اللي بيحتوي على ذرتين ثلاث، لدينا أربع ذرات كربون موجودة عندنا، واضح إنه هاليد ألكل. الآن ننتبه، هاليد ألكل طرفي، طرفي مباشرة بدون تفكير، إذا هو عملية استبدال. فخلينا نكتب الناتج هلا، CH3 CH2 CH2 CH2، هذه البي ار هي اللي بده يتم استبدالها، فمعناته ايش رح تاخذ من الكوتش؟ حتاخذ من الكوتش الاو اتش، تمام، زائد كي بي ار، كي بي ار، هذا المركب اللي هو حكينا عنه مش عضوي. اذا لاحظوا حضرنا كحول. طيب تعالوا نشوف الان لدينا سي اتش 3 سي ال، هاليد الكل وطرفي، ولاحظوا هذا الجزء اللي بيكون جاي من مين؟ بيكون جاي من رونا. هون ايش كان في موجود بس هو مش كاتب لي اياه؟ كان في صوديوم، هذا عباره عن الرونا، تمام. هذا حكينا ايش هلا؟ هاليد الكل طرفي، يعني مباشره عمليه استبدال. الاكس هذه بدها تطلع، فشو معناته النتيجه؟ سي اتش 3. حكينا بنربط من مين؟ من الاكسجين، هي الاكسجين. وشو بنعمل للي جنب الاكسجين؟ بنقلب المركب كامل، يعني بصير اللي بقرأه بكتبه، او ربطناها هيها هلا، اللي بقرأه بكتبه سي اتش 2، بعديها سي اتش 2، بعديها بختم بسي اتش 3. لاحظوا تم تحضير الايثر. طيب خلونا نشوف الان التفاعل اللي بعد هيك، لاحظوا كحول وصوديوم، هذا تفاعل تحضير الرونا اللي حكينا عنه. الان لاحظوا حكينا الصوديوم بس تشوف كحول ايش بتسوي؟ اللي قدام الاو بنطيره وبتلزق، وبنلزق مين؟ وبنلزق الصوديوم، فمعناته النتيجه رح تكون سي اتش 3 سي اتش 2، والاو مثل ما هي اللي قدام الاو طيرنا، هينا لزقنا الصوديوم ان اي اللي موجوده عندنا زائد نص مول يتصاعد من غاز الهيدروجين. المركب اللي احنا حضرناه الان هون في عنا، اذا بس من باب التسمية، مثل ايثل، هذا ايثل، فبنسميه ايش؟ ايثو اكسيد الصوديوم، ايثو اكسيد الصوديوم. طيب تعالوا نشوف الان اخر مركب موجود عنا، لاحظوا هاليد الكل طرفي، مدامه هاليد الكل طرفي معناته استبدال، معناته هذه الاكس بدها تطلع برا، ويتم الاستبدال بالمجموعه الوظيفيه اللي موجوده عندنا، اللي هي واضح انها جايه، بدل ما يكتب لي هاي من وين جايه، بدل ما يكتب لي كي او اتش، اخذ لي الايون المجموعه الايونيه السالبه وحط لي اياها، بدل ما يكتب لي اياها كامله هو جهز لي اياها، قال لي انا بدي اياها هذا، هذا المقطع انا اللي بدي اياه يرتبط، ما جاب لي اياه كامل، تمام؟ فهمنا من وين اجت الاو اتش اللي موجوده عندنا هون. طيب نرجع كمان مره، سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2، الان حنربط من الاو اتش، هي الاو اتش، تمام، زائد اي ماينس لانها هي اللي طلعت، ما في شيء تتواجد معاه، هذا احنا حكينا هي من وين اجت. فلاحظوا انه تم تحويل هاليد الكل، عملنا له عمليه استبدال، طلع عندنا ذره الهالوجين، غادرت المركب العضوي، وتم تحضير برضه كحول وهو من النوع الاولي. بهيك يا جماعه بنكون انهينا ثلاث محاور اساسيه في موضوع الاستبدال. إن شاء الله الحصة القادمة رح نتحدث فيها عن المحور الأخير من تفاعلات الاستبدال. يعطيكم ألف عافية، دمتم ودام وطننا بألف خير.